عطيونا شكون قتلوا الولاد هذا؟ القضاء العسكري ما هوش قضاء، القضاء العسكري جابين قدام رشيد عمار، القضاء العسكري مش قاعد يحكم بالحق، القضاء العسكري يغطي في الحقائق ويسكر فيها، احنا طالبين بقضاء ثوري، محاكم ثورية تنتصب محاكم ثورية اللي فيها تعويل الشهداء والجرحى. القضاء العسكري ما فما حتى حق فيه، معناتها كيما معناتها كي بها كيفلاش احنا قاعدين نمشوا ونجوا ما فما حتى حاكم. المرة الأولى كبسوا رواحهم وزعما وفي بالهم وتو ما فما حتى ما نقولش أنا المحكمة العسكرية باش تعطي الداخلية. القضاء العسكري ما ثمش قضاء عسكري، يحبوا يسكتوا العباد بالفلوس فهمتني، وإحنا ما لقيناش تو حتى حق. وين الحق؟ وين الحق اللي نحبوا ولادنا اللي قتلوا تحاسبوا؟ كيف أنا أم شكر السافي شهيد بالكرم هم ثمانية ولا عشرة توفوا بالكرم، حتى ما كان حتى حق. كما أنا جاني سفيان للدار بليل للدار وطلب مني بليل السماح بليل الشايب وسمعت والبغديري وسسمو لسأل كلهم سمعت المركز نتاع الكرم توا على طلب نفسي. أنا شاكي بيس شاكي بليل وتو ما عمل الحاكم حتى لا طلبوا الحاكم ولا قاعد يدور وقاعد يحوس شو كما لقوش حق تو حق من نخدم بيدينا. رمزي سايحي من مدينة تالا، اخر شهيد وجدي سايحي، اخر شهيد من مدينة تالا. نحن يوم 12 جانفي 2011 اخر شهيد، ونهارتها علم وزير الداخلية العاشرة صباحا قرر وقفنا اطلاق النار. ولدنا وجدي استشهد 11 ونص بالضبط، فهمتني؟ ولد لعبة جاء معناتها جاه على ركبه نص وعطاه معناتها هذيك هدية من نظام البائد، هدية نخر شهيد مدينة تالا. مهزلة هذه، مهزلة مهزلة كبيرة ياسر ياسر، معناتها ضحكوا علينا قال تو نفرحكم، والله تو نفرحكم، بكينا مش نفرحنا. ولهذا نحن نطلبوا من الحكومة هذه، نطلبوا من رئيس الدولة، نطلبوا من حمادي جبالي، فهمتني؟ القضية نتاعتنا تولي قضية مدنية. هذا باش نعرسلو من اول في فهمت؟ هزوا ربي نهار 10، نهار 10 في جنبي. فين استشهد ولي؟ استشهد في حي الزهور. في القصرين. اي في القصرين، فهمت؟ سمعتني، واستشهد ينقل في العبيد، عنده كرهبة دماغ ينقل وكرتوش انت في جرته، فهمت؟ عند الاخر قلت له هو. شنو الرسالة اللي توجهها للقضاء العسكري؟ القضاء العسكري ما عدنا ما حشناش به، ما حشناش بالحكم نتاعو، نحن نحبوا القضاء يرجع مدني. يرجع مدني، القضاء العسكري راهو قاعد يبيع في 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 ذرينا، في دم ذرينا، قاعد يبيع فيه للمجرمة. عارف القديم مباح، عارف القديم مباح، عارف كل شيء، المجلس التأسيسي باش يبدا المحاكم مهازل، محاكم مسرحية. هذا هو هو كسلطة شرعية يلزموا ينحي المهازل اللي قاعد تصير بها، اللي يحكم فيها رشيد عمار. يحبوا ينحي المهازل اللي يحكم فيها رشيد عمار. حسب رأيك أنت القضاء مستقل؟ أبدا، ما عمره ما كان مستقل، القضاء يمشي بأمر رشيد عمار. كله مثلا خاصة القضاء العسكري. احنا مطالبين بتعليمات يمشي. احنا مطالبين بحاجة واحدة، مطالبين بحاجة واحدة، وأنها تقع محكمة ثورية. محكمة فيها قضاة خاصة، قضاة نزهاء، قضاة يشهدهم بكفاءه، قضاة بيزاروا الحق على هذا وعلى هذا. ماناش طالبين باش البطل، احنا طالبين يحبوا القتل الحقيقيين مش القتل المزيفين. هذه غايتنا احنا، وهذه مش مولات من المجلس التأسيسي، هو الوحيد المؤهل باش ياخذ القرار هذا. لا رئيس الجمهوريه يكتبوا عليه ولا الوزير يكتبوا عليه، كلها تكذبه. اما المجلس التأسيسي هو الوحيد السلطه الشرعيه اللي يجب ياخذ قرار كما هذا. ضربوني بالخميس وانتم بالجامعه. فين نعم في
فين استشهد؟ ضربوا الخميس بالخميس ضرب الخميس ضرب مش في جو بالخميس سيدي حسين اولي طالعين بالقهوه هكا بالقهوه يضربوا بالقهوه واللي ضربوا لي يخدم لاباس عليا راه يخدموا لاباس عليا وزادوا علو جمله عليه زادوا علو جمله راجل راجل ما عمل شيء وانت يخدم يهزوا فيهم البلاصه البلاصه ينقلوا فيه قلت لهم لا دزوا البلاصه البلاصه ينقلوا فيه شكون قتلوا؟ عمارة عمارة سيدي حسين كاملة قالوا لك عمارة عمارة سيدي حسين كاملة قالوا لك هو هذا وما هوش موقف هو حتى ماهوش موقف 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 خايف قالوا له معناتها هو مسكين يجري ما يجريش قالوا لا نقول نقول قالوا نقول قالوا ما تقتلوش عارف لو ما حبش اما مر لازم سقلوا له فهمني جبت لهم الاسم جبت لهم الشهود شهدت لهنا في المحكمه شهدت شهد الاسم وجابوا كل شيء كما حكيت هو بالضبط المحكمه لهنا وما حبوش يسلطوا ما حبوش يتحكموا ما حبوش يعدوا ما حبوش ما كيناش لو جاريه ما كيناش فهمتني ومعروف يعيطوا للناس يقولوا لازم سقلي من القفص لازم سقلي ولازم سقلي من القفص من القفص وتو نجي يقولوا لي بالزنه لا وجوا علي بالزنه بالزنه هكاك كان عليهم كشوا علي ولو يسحتوا فيا فهمتني المره الاولى اللي ماتوا لانين بالسياسه عمرك يحدوا فين مش عطوكم حلهم ولا كل شيء تم في الداخليه روس كبار باش نصفوهم ما عرفش ما عرفش طار يقول بعد هم وخاطر هم شيخ عمار واللي معاه حلف الامور كل شيء اللي يزوزيات فهمتني تو ما عرفش علاش مشاتوا عليهم حتى شيء فهمتي كيفاش صار يزحتوا هاك شوف فيه هاك شوف المحيط قالوا يدخلوا فينا راه المره الاولى زادوا يدخلونا حطونا كراسي وحطونا واحد كل شيء شوف تو شفت مش هاك شوف باين كل شيء راه ظاهر راه كل شيء ظاهر فهمتني امل يصلب قداش مش الكرسي قداش مش يدو لعنا ريت لعنا شهريات وناس زوان وعايشون الحمد لله فهمتني اما هم على الكراسي ما هم يجروا ربي يمهلوا ليهم لو ما كتب على تاريخ الله تكتب على ولاد ولادك حطها كما تصير شافي بالضبط حطها تاريخ الولاد ولادك زينا